السلام عليكم، معاكم محمود من قناة رو لايف. ازيكم؟ الجو ربيع وجميل، احنا في شهر مارس. تلج ورايا اهو، حاجة نظيفة بيضة جميلة جدا. السما صافية، السحب هي باينة، وانا اعتقد باين الدنيا مش مظلمة قوي. طيب، حلقتي النهاردة حلقة قصيرة جدا، وهي ان الحلاوة حلاوة الروح، حلاوة القلب، الطاقة في القلب. انت لو راجل مثلا بتلعب رياضة ولا حاجة، ممكن تقف في ناقص 20 درجة زي ما انا واقف كده، من غير ما التكتك، من غير ما تعمل كده. ده المفروض الصح، ان انت لو راجل رياضي. لكن لو حد مثلا مش رياضي، بياكل كتير، بينام كتير، هتلاقي دايما ايه، بردان. في نقطة بقى ايه المهمة في الحلقة النهاردة، هي الاسنان. ليه العرب بالذات، الاجانب عموما، بس العرب اللي انا اعرفهم اكتر يعني، عندهم مشاكل في اسنانهم. ليه؟ لانه في البرد تلاقيه الدنيا هو في رياح جاي عليه كده، بتلاقيه يعمل ماشي في الجو ومجازز على اسنانه. فالجز على السنان ده بيقلل من كفاءة السنان، بينحتها اصلا. غير كده الجذور بتتلخلخ مع الوقت، مع البرد، مع سوء غسيل الاسنان، مع فبتلاقي ناس كتيره بتعاني من مشاكل في اسنانها والتهابات في اللثه. بيقول لك انا يا عم انا باكلش حاجه حراقه، ايه اللي حصل؟ اتاري الفكره كلها ان هو بيجز على اسنانه كتير، اللثه ملتهبه، الجذور بيتضغط عليها وعماله تتحرك من كتر الجز ده كده بشكل هستيري، ده كتير اوفر. طب ما دفي نفسك كويس عشان ما تحتاجش تعمل كده، دفي المنطقه دي لو هي بتبرد عندك. بس حلقتي خلصت كده. نصيحه بس في اخر الحلقه لكبار السن وصغار السن، ما تعملوش زي حالتي كده. الناس اللي هي مثلا رياضيه ولا حاجه، اوكي ماشي، لكن ما تقفش كده بالخفيف ده في البرد. انا علشان حران، علشان في ظروف خاصه بي، لكن في العادي ما تعملش كده. درجه الحراره هنا ناقص 15، انت لو درجه الحراره زيرو برده ولا واحد ولا اتنين، ما تعملش كده لو سمحت. نشوفكم على خير، خلوا بالكم على اسنانكم. نشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.